قصة عن روائع الحكايات العالمية، وفيها عدة قصص. سأحكي لكم عن البطة الدميمة. وكان هناك بطة أم وعندها بيوض ستفقس، وكانت تنتظر حتى فقست كل البيوض. كانت جميلة جدا، لكن في النهاية بقيت بيضة كبيرة واحدة. وقد انتظرت شهورا عديدة حتى فقست هذه البيضة، وحين فقست كانت البطة دميمة وكبيرة، وكان الكل يسخر منها لأنها غير جميلة. وبعد وقت طويل لقد يأست هذه البطة الصغيرة، وقد هربت من المزرعة. وحين هربت لقد ذهبت إلى أماكن عدة، لكن بعد فترة طويلة لقد رأت بجعات في بحيرتها، في بحيرة بعيدة. لقد رأت بجعات كثيرة وأرادت أن تذهب إليهم. وهي بعدها تشجعت وذهبت إليهم، وهم لم يسخروا منها ولم يقولوا بأنها دميمة، وأعجبوا حتى بها. فحين هي نظرت إلى انعكاسها في المياه فقد أعجبت بنفسها، فهي قد كانت بجعة كبيرة وجميلة.